السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، درسنا اليوم بناء على سطح القمر، وده يا ولاد الدرس الثاني في الوحدة الثانية. هنقرا سطح القمر يا ولاد. أحكي لكم الأول الحكاية، وإحنا عرفنا إن في الدرس اللي فات أمي هناء كنا سايبينها آخر حاجة إن هي أغمضت عينيها، نتمنى أن تغمض عينيها أن تصبح إيه؟ رائدة فضاء. المرة دي بقى هناء وهي نايمة، يعني بدأت كده بقى تتخيل إن هي شافت نفسها وهي نايمة إن هي بترتدي، يعني بتلمس ملابس رواد الفضاء، وبتنطلق بسرعة رهيبة كده بمركبة الفضاء اللي هي كانت راكباها. راحة فين بقى يا هناء؟ راحة فين؟ راحة على سطح القمر. هناء وصلت بالمركبة بتاعت الفضاء للقمر، وبعدين نزلت خرجت هناء ومشيت خطوات قليلة، حاجة بسيطة كده، وبعدين وقفت في مكانها برهة، يعني مدة من الزمن كده، يعني زي لحظة كده وهي واقفة يا ولاد في مكانها من غير ما تتحرك. بدأت تسأل نفسها أين أنا؟ أين أهلي وبيتي وجيراني؟ أين مدرستي وأصحابي؟ أين المنازل والشوارع؟ أين الناس؟ ده كلهم موجودين فين؟ أين الزهم جميعا؟ نحن فين؟ ولكنها يا ولاد سرعان ما بدأت تتذكر إنها بتقف على سطح القمر. قالت إذا نحن واقف على سطح القمر. بعد كده هناء بدأت تتأمل وتنظر حولها كده في دهشة. يعني إيه في دهشة؟ يعني في حيرة متعجبة. قالت ما هذا؟ الأرض هنا غريبة، غريبة يعني عجيبة. الأحجار هنا مثل المرآة بتعكس الأضواء، يعني بترد زي ما أنت عارف كده، بتجيب المراية بتيجي تحطها في الشمس، في ضوء الشمس بتلاقيها بتعكس الضوء. هي كمان بدأت تشوف إن الأحجار مثل المرآة بتعكس الأضواء. بعد كده وجدت نفسها بتتحرك بسهولة وبتقفز وبتطير، بتطير فوق عاليا بتقفز. قالت هناء وهي بقى ما فرحانه، ده انا عماله اطير زي واطلع وانزل زي مثل الفراشه بالظبط، على الرغم من اني بحمل على ظهري زي ما انت بتبقى شايف، وهي لابسه ملابس رواد الفضاء، بتبقى حامله على ظهرها الات ومعدات ثقيله فوق ظهرها. قالت انا بتمنى دلوقتي ان تكون معي صديقاتي وزملائي حتى نلهو، حتى نلهو ونطير معا. هنا نلهو يا ولاد معناها نلعب، ونطير معا بعيدا بعيدا. شفت امنيتها وهي على سطح القمر ايه؟ افتكر عشان انا قلت لك لها امنيه في درس امنيه هناء، ولها امنيه وهي على سطح القمر، وهي امنيتها على سطح القمر ان تكون معها صديقتها وزملائها حتى نلهو ونطير معا بعيدا بعيدا. هناء حست بالوحده، حست بحاجتين، حست بالوحده وحست كمان بحاجه كمان، وحست بايه كمان يا مس؟ حست بالخطر، حست بالوحده يا ولاد علشان ما معهاش لا انيس ولا جليس على سطح القمر. يعني ايه انيس ولا جليس على سطح القمر؟ انيس يعني كل ما يأنس به، يعني ما معهاش اهلها، ما معهاش اصدقائها، ليس معها انيس ولا جليس على سطح القمر. وشعرت كمان بالخطر، هي شعرت بالخطر من ايه؟ من ان ينفذ. يعني ايه يا مس؟ ينفذ يعني ايه؟ يعني ينتهي، ينفذ ما معها من الطعام والشراب والاكسجين اللي في مركبه الفضاء. هو لو الطعام والشراب اللي هي شايلاه وواخداه معاها في مركبه الفضاء خلص، هتعمل ايه هي كده؟ هتموت. فهي كانت حست بالوحده وحست بالخطر من الحاجتين دول. هناء بدات تنظر في كل مكان يمين ويسار، بتبدا تبحث عن حاجه، عن شيء يبدا يكون معاها. فبتبص نظرها وقع على مقعد به آلة عجيبة. آلة عجيبة فيها مقعد كأنها مركبة فضاء. هناء بقت فرحانة، عايزة أقول لك بقت فرحانة جدا، علت الفرحة وجه هناء. يعني إيه علت الفرحة وجه هناء؟ يعني الفرحة بدأت تظهر على وجهها ولمعت عينها، ظهرت فيها الفرحة كده. بعد كده أسرعت جريت قعدت فوق المقعد وقالت في نفسها يا ريت هذه الآلة تعمل إيه؟ يا ريت الآلة دي بتعمل. ضغطت هناء على زر التشغيل فانطلقت الآلة زي السهم، بدأت تجري زي السهم يا ولاد. دخلت راحت فين؟ راحت مجال الجاذبية الأرضية. هناء حست الأول كده بهزة عنيفة، بس لم تسع الفرحة لما رأت وهي راكبة ودخلت مجال الجاذبية الأرضية، لم تسع الفرحة لما رأت
مصر الغالية بأهراماتها الشامخة بتفتح ذراعيها وكأنها بتقول لها أهلا وسهلا بالغالية هناء. خد بالك إن هنا في تشبيه، هي مصر الغالية بلدنا مصر دي وأهراماتها الشامخة لها بيوت بتفتح ذراعيها، لها ذراعين، لا ده شبه مصر زي إنسان له ذراعين، كأنها بتقول لها أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. وبعد كده يا ولاد هناء صحيت على صوت امها وهي تناديها، قومي يا هناء. هناء عرفت نفسها ان كان ده كله كان في المنام. تعالى كده نقرا جزء جزء يا سنه رابعه ونشوف. اول حاجه بيقول لي رات هناء في منامها انها ترتدي ملابس رواد الفضاء، هنا رات يعني شهاده، ومنامها يعني نومها، وانها ترتدي ملابس رواد الفضاء، ترتدي يعني تلبس، وتنطلق بمركبة الفضاء. تنطلق هنا يا ولاد يعني تندفع بمركبة الفضاء، وإحنا قلنا مركبة الفضاء يا ولاد إيه هي مركبة الفضاء؟ قلنا هي المركبة اللي أنت بتشوفها زي طائرة كده قادرة على الوصول للفضاء الخارجي. بعد كده تنطلق بمركبة الفضاء بسرعة رهيبة متجهة إلى سطح القمر، وإحنا قلنا كلمة بسرعة رهيبة يعني بسرعة مخيفة كبيرة جدا، متجهة لسطح القمر يعني ذاهبة إلى سطح القمر. بعد كده الجزء ده عايزه ممكن يجي لي فيه سؤال، يقول لي ماذا رأت هناء في منامها؟ هناء رأت في منامها ايه؟ رأت هناء في منامها انها ترتدي ملابس رواد الفضاء وتنطلق بمركبه الفضاء بسرعه رهيبه متجهه الى سطح القمر. بعد كده ممكن يقول لي الى اين وصلت مركبه الفضاء؟ هقول الى سطح القمر. طيب بيقول لي وصلت مركبه الفضاء الى القمر وخرجت هناء ومشت خطوات قليله ثم وقفت في مكانها برهة، واحنا قلنا معنى كلمة برهة مدة قصيرة دون حركة، وسألت نفسها أين أنا؟ أين أهلي وبيتي وجيراني؟ أين مدرستي وأصحابي؟ أين المنازل والشوارع والناس؟ أين ذهبوا جميعا؟ ولكنها سرعان ما تذكرت أنها تقف على سطح القمر. تأملت هناء ونظرت حولها في دهشة، واحنا قلنا يا ولاد معنى دهشة هنا يعني حيرة وتعجب، وقالت ما هذا؟ الأرض هنا غريبة، معنى غريبة هنا عجيبة، الأحجار هنا مثل المرآة، المرآة تعكس الأضواء، معنى كلمة تعكس الأضواء يعني ترد. طيب ممكن هنا السؤال يجي يقول لي ماذا فعلت هناء عندما وصلت إلى مركبة الفضاء؟ هقول خرجت منها ومشت خطوات قليلة ثم توقفت في مكانها برهة دون حركة. هي الإجابة موجودة قدامك أهي. بعد كده لو جه سؤال وقال لي ما الأسئلة التي سألتها هناء لنفسها؟ الأسئلة إيه اللي هناء سألتها لنفسها؟ هي أين أنا؟ أين أهل؟ أين أصحابي؟ أين جيراني؟ أين مدرستي؟ أين المنازل والشوارع والناس؟ أين ذهبوا جميعا؟ طيب ممكن السؤال يجي لي في الفقرة دي ماذا لاحظت هناء على أحجار القمر؟ هناء لاحظت إيه على أحجار القمر؟ هناء لاحظت على أحجار القمر إن إيه؟ إن الأحجار مثل المرآة تعكس الأضواء. بعد كده بيقول لي ثم وجدت هناء نفسها تتحرك بسهولة تقفز وتطير عاليا. قالت هناء وهي مسرورة، واحنا عرفنا معنى كلمة مسرورة يعني ايه؟ كلمة مسرورة يا مس، قلنا معنى كلمة مسرورة يعني سعيدة. طيب بعد كده انني اطير واهبط، يعني ايه كلمة اهبط؟ يعني انزل مثل الفراشة على الرغم مما احمله من الات ومعدات ثقيلة فوق ظهري. معنى كلمة الات احنا قلنا اللي هي الاجهزة، معنى كلمة المعدات احنا قلنا معنى المعدات ادوات. كم كنت اتمنى، واخذنا معنى اتمنى قبل كده يعني اريد او ارغب، ان تكون معي صديقاتي وزملائي حتى نلهو، يعني ايه نلهو؟ يعني نلعب ونطير معا بعيدا بعيدا. ممكن السؤال يجي لي في الجزئية دي يقول لي كيف وجدت هناء نفسها على سطح القمر؟ هقول وجدت هناء نفسها على سطح القمر بتتحرك بإيه؟ بسهولة، موجودة قدامنا هي تتحرك بسهولة، تقفز وتطير عاليا وتهبط مثل الفراشة، وذلك لأن الجاذبية فوق سطح القمر ملها ضعيفة. بعد كده السؤال ممكن يجي لي يقول لي ماذا تمنت هناء؟ هناء اتمنت ايه؟ كم اتمنى ان تكون معي اصدقائي
او مع صديقاتي وزملائي حتى نلهو ونطير نعم بعيدا بعيدا. وزمتنا زي ما انت شايف اخيرا. بعد كده الجزء اللي بعد كده تقولي احست هناء بالوحده، واحنا قلنا معنى كلمه الوحده الانفراد والعزله. احست هناء بالوحده فليس مع انيس. ومعنى كلمه انيس هو كان كل ما يؤنس به كالاهل والاصدقاء على سطح القمر. وشعرت هناء بالخطر، معنى شعرت هنا يعني ايه؟ يعني احست هناء بالخطر من ان ينفد، ينفد يعني ينتهي او يفنى الطعام او الشراب او الاكسجين الذي في مركبه الفضاء. ترى ماذا فعلت هناء؟ الجزئية دي سنة رابعة ممكن يجي يقول لي بما أحست هناء على سطح القمر، هناء أحست بإيه على سطح القمر ولماذا؟ أنت هتقول لي حست بإيه وليه؟ هقول له هنا موجود في الفقرة أحست هناء بالوحدة فليس معها ليس معها أنيس أو جليس على سطح القمر. وشعرت وبما شعرت شعرت هناء بالخطر من ان ينفذ الطعام او الشراب او الاكسجين الذي في مركبه الفضاء. طيب تعالى بعد كده بيقول لي ترى ماذا فعلت هناء؟ اخذت هناء تنظر في كل مكان يمينا ويسارا كانها تبحث عن شيء ما. فوقع نظرها على مقعد به اله عجيبه كانها مركبه فضاء. علت الفرحه، يعني ايه علت الفرحه؟ وانا لسه قايلها لك واحنا بنشرحها. معنى كلمه علت الفرحه يعني ظهرت الفرحه على وجهها. علت الفرحه وجه هناء ولمعت عينيها، وانا قلت لك ظهرت فيها الفرحه، واصنعت تجلس فوق المقعد وقالت في نفسها يا ليت هذه الاله تعمل. ضغطت هناء زر التشغيل فانطلقت الاله مثل السهم ودخلت مجال الجاذبيه الارضيه. وأحست هناء بهزة عنيفة ولم تسعها الفرحة عندما رأت مثل الغالية بأهرامها الشامخة تفتح ذراعيها وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. وعندئذ استيقظت هناء على صوت أمها وهي تناديها. طيب السؤال، لو أنا جه هنا وقلت لك متى علت الفرحة وجه هناء؟ احنا قلنا هنا علت الفرحة وجه هناء عندما إيه؟ عندما وقع نظرها على مقعد به آلة عجيبة كأنها مركبة فضاء. طب ولماذا؟ لأنها بذلك يمكن أن تعود إلى الأرض عن طريق هذه الآلة. السؤال ممكن يجي لي بطريقة تانية في الجزء ده ويقول لي إلى أين اتجهت الآلة العجيبة؟ هقول اتجهت إلى الأرض. وإلى أين وصلت؟ هقول وصلت إلى مصر. طيب متى لم تسع هناء الفرحة؟ لم تسع هناء الفرحة إجابتها إمتى؟ هقول عندما رأت مصر الغالية بأهرامها تفتح ذراعيها وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء. طيب بعد كده يا سنة رابعة ممكن السؤال يجي لي يقول لي متى استيقظت هناء وما الذي أيقظها؟ هقول استيقظت هناء عندما كانت تحلم بالعودة إيه؟ لمصر. وما الذي أيقظها؟ التي أيقظتها أمها وهي تناديها. بعد كده سنة رابعة تعالى كده نتذكر المعاني اللي إحنا قلناها. إحنا قلنا معنى كلمة منامها نومها، معنى كلمة ترتدي تلبس، معنى تنطلق تندفع، معنى كلمة رهيبة مخيفة، والمراد شديدة متجهة إلى ذاهبة إلى، معنى كلمة برهة مدة قصيرة، معنى كلمة دهشة حيرة وتعجب، معنى كلمة غريبة عجيبة، معنى كلمة تعكس ترد، معنى كلمة مسرورة سعيدة، معنى كلمة أهبط أنزل. وقلنا معنى آلات أجهزة، معنى معدات احنا خدناها برضو، قلنا معنى كلمة معدات أدوات، معنى كلمة أتمنى أريد وأرغب، معنى نلهو نلعب، معنى الوحدة الانفراد، معنى كلمة أنيس كل ما يؤنس كالأهل والأصدقاء، وقلنا معنى شعرت أحست، معنى ينفذ ينتهي أو يفنى، معنى علت ظهرت الفرحة على الوجه، معنى كلمة لمعت عينيها ظهرت فيها الفرحة. تعالى بعد كده في المفرد والجمع. الفضاء دي مفرد، دي مفرد، الجمع بتاعها الأرضية. مفرد هنا كلمة مركبة دي مفرد، جمعها مركبات. طيب هنا بعد كده كلمة سرعة جمعها سرعات، جمع سطح سطوح وأسطح، جمع قليلة قلائل، جمع مكان أماكن وأمكنة، جمع برهة برهة، جمع حركة حركات، جمع نفس نفوس وأنفس، جمع أهل أهالي وأهلون، جمع الأرض الأراضي والأرضون، جمع غريبة قرائب،
جمع المرآة المرايا، جمع الفراشة الفراشات، جمع أنيس أنساء، جمع جليس جلساء، جمع الخطر الأخطار، جمع الطعام الأطعمة. ادخل معايا على الجمع ومفرده. ملابس دي جمع، مفردها ملبس، مفرد رواد رائد، مفرد خطوات خطوة، مفرد جيران جار، مفرد أصحاب صاحب، مفرد منازل منزل، مفرد شوارع شارع، مفرد الأحجار الحجر، مفرد الأضواء الضوء، مفرد آلات آلة، مفرد معدات معدة، مفرد صديقات صديقة، مفرد زملاء زميل، مفرد أهرام هرم. تعالوا بعد كده في الكلمة مضادها، بيقول ايه؟ مضاد كلمة منامها يقظتها، مضاد ترتدي تخلع، مضاد تنطلق تتوقف، مضاد سرعة بد، مضاد مشت توقفت أو وقفت، مضاد قليلة كثيرة، مضاد حركة سكون، مضاد سألت أجابت، مضاد تذكرت نسيت، مضاد غريبة مألوفة، مضاد الأضواء الظلمات، مضاد سهولة صعوبة، وخدنا مضاد عالية منخفضة، مضاد مسرورة حزينة، وخدنا مضاد أهبط أصعب، مضاد ثقيلة خفيفة، مضاد الوحدة الأنس، مضاد الخطر الأمان، مضاد ينفد يبقى، مضاد يمينا يسارا، مضاد أسرع أبطأ. تعال نتذكر معايا كده أنا وأنت الأسئلة اللي إحنا لسه شارحينها دلوقتي. طيب إحنا قلنا ماذا رأت هناء في مناماه؟ اتفضل قول، أنا سامعاك وأنت بتقول أنها ترتدي ملابس رواد الفضاء وتنطلق بمركبة الفضاء بسرعة رهيبة متجهة إلى سطح القمر. طيب بعد كده قلنا إلى أين وصلت مركبة الفضاء؟ هقول وصلت مركبة الفضاء إلى القمر. وماذا فعلت هناء؟ خرجت منها هناء ومشت خطوات قليلة ثم توقفت في مكانها كرها دون حركة. ما الأسئلة التي سألتها هناء لنفسها؟ سألت هناء نفسها قائلة: أين أنا؟ أين أهلي وبيتي وجيراني؟ أين مدرستي وأصحابي؟ أين المنازل والشوارع والناس؟ أين ذهبوا جميعا؟ ماذا لاحظت هناء على أحجار القمر؟ لاحظت هناء على أحجار القمر أنها مثل المرآة تعكس الأضواء. أنا سمعك وأنت بتجاوب معايا كيف وجدت هناء نفسها على سطح القمر؟ بتتحرك بسهولة مثل الإيه؟ مثل الفراشة تقفز. طب إيه بقى هي الفكرة في كده؟ إن الفراشة بتقفز وتطير عاليا وتهبط، وذلك ليه؟ لأن الجاذبية على سطح القمر زي ما إحنا قلنا قبل كده ضعيفة. بعد كده بما حست هناء على سطح القمر ولماذا؟ أول حاجة أنا عايزاك تقول أحست هناء على سطح القمر بالوحدة لأن ليس معها أنيس أو جليس. ولو قال لي بما شعرت هناء على سطح القمر هقول شعرت هناء بالخطر، خوفا من ان ينفذ الطعام او الشراب او الاكسجين الذي في مركبه الفضاء. طيب السؤال بعد كده يقول لي ما علت وجه هناء؟ هقول ولماذا؟ هقول علت الفرح وجه هناء عندما وقع نظرها على مقعد به اله عجيبه كانها مركبه فضاء. ليه؟ لماذا؟ لانها بذلك يمكن ان تعود مره اخرى الى الارض عن طريق هذه الاله العجيبه. إلى أين اتجهت الآلة العجيبة؟ اتجهت إلى الأرض. وإلى أين وصلت؟ وصلت إلى مصر. متى لم تسع هناء الفرحة؟ لم تسع هناء الفرحة عندما رأت مصر الغارية بأهرامها تفتح ذراعيها وكأنها تقول أهلا وسهلا بالغالية هناء رائدة الفضاء. متى استيقظت هناء وما الذي أيقظها؟ استيقظت هناء عندما كانت تحلم بالعودة لمصر، والذي أيقظها صوت أمها وهي تناديها. عايزاك نطلع من الدرس ده اتعلمنا حاجات كتير. المزيد من المعلومات عن القمر، عرفنا ان الوحده القاسيه لا يستطيع ان يعيش الانسان بمفردها، عرفنا ان فرحه هناء بالعوده الى مصر مره اخرى، وكمان عايزاك تفتكر امنيه هناء في الدرس ده كانت ان يكون معها صديقتها وزملائها. ليه؟ حتى ايه؟ عشان يكون هم ايه؟ ان يكون مع صديقتها وزملائها. ليه يا ولاد؟ ليه؟ هنقول علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يكونوا معاها يلهوا ويلعبوا جميعا. بكده سنه رابعه نكون انتهينا من الدرس الثاني من الوحده الثانيه. الدرس كان اسمه هناء عن سطح القمر. القاكم على خير ان شاء الله في درس جديد من دروسنا.